ازوليت من الاستماع مزكني لاباس داروني سجيج كل دقام بخير. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد او فلوق جديد. هذا الفيديو صراحه كنت درته ملي مشيت للوكلير، ملي مشيت تقديت في لوكلير كان طويل، داكشي علاش قسمته على جوج. قلت ماشي مشكل الا قسمته باش ما يجيكم طويل. المهم هاد الكوانير ديال المجوهرات كاين الذهب والنقره، هادشي اللي كاين. ما عرفت هذا واش الذهب نورمالمون راه كيتكتب في ورقه، ما رديتش البال سمحوا لي. ما عرفت واش بلاكيول ولا الذهب. انتم احبابي كما كتشوفوا معايا راه كاينين اشكال وانواع صراحه زوينه فنه، والاثمنه راه في متناول الجميع. مهم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تابونوا عندي وتحطوا لي لايك وشي تعليق زوين، والى عجبتكم شي حاجه كتبوها لي في الكومنتير لتحت. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، كنبغيكم بزاف.
كنتمنى هاد الفيديو يجيكم خفيف ظريف على قلبكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش بالانا كنبغيكم بزاف بزاف. بالسلامه عليكم.